كم مرة احترت الصبح في الملابس اللي بتلبسينها اليوم؟ طبعا الشباب في الخليج مرتاحين، يلبسون كندورة أو ثوب أبيض وغطرة وعقال ويطلعون، لكن حد من الناس يفكر في الليل اللي قبلها شو بيلبس باكر الصبح، وحد يسوي مثل ستيف جوبز يلبس أي شيء ويطلع. أيا كان ذوقك، لازم تعرف بأنك وصلت لهذه المرحلة بعد آلاف السنين من تطور الأزياء. فبعد أن كان الإنسان يستر نفسه بأوراق الأشجار، صارت ميزانية ملابسه تفوق دخله في بعض الأحيان. والسؤال هو، شو قصتنا مع الأزياء؟ وكيف تطورت هذه الصناعة عبر الزمن؟ في الأزمنة الغابرة، كان الإنسان يصيد وينتقل للبحث عن بيئة ملائمة للعيش والطعام، وما كانت عنده وسائل علشان يصنع بها ملابس تغطي جسمه كله، فكان يكتفي بقطع بسيطة من الطبيعة اللي حوله. علماء الآثار وجدوا ملابس ترجع ل 170 ألف سنة شبيهة بحزام تتدلى منه قطع طولية مثل الشراشيب، اللي يعتقدون أنها كانت تخدم دور وظيفي وهو جذب الطرف الآخر. وأيضاً كان البشر يعبرون عن أنفسهم أو مكانتهم في القبيلة وحارتهم الاجتماعية بالرسم مباشرة على الجسم في شيء يشبه الوشم. وقبل أكثر من 20 ألف عام اكتشف الإنسان شيء تحول إلى منتج موجود في كل بيت تقريباً. في العصور البدائية هاجر الإنسان من أفريقيا إلى الشمال نحو أوروبا حتى وصل إلى المكان المعروف اليوم بالقوقاز. ولما كان المناخ الأوروبي بارد وشاهد الإنسان القادم من أفريقيا حيوانات ذات فراء، فكر في أنه يقدر يستخدم هذا الفراء علشان يدفي جسمه، لكن كيف يصطاد الحيوانات؟ فكر الإنسان في الحجارة وفعلا نجحت الفكرة، لكن لاحظ الإنسان أن العظام لما تتكسر تصير أطرافها مدببة وتقدر تدخل في جلد الحيوان بسهولة، فجابوا قطعة رفيعة وعملوا لها فتحة في نهايتها وأدخلوا فيها الخيوط البدائية حينها المستخرجة من جلود الحيوانات وبعض النباتات مثل بذر الكتان، وبدأوا بأول عملية خياطة في التاريخ، وكانت تلك بداية اختراع إبرة الخياطة. الغريب في الموضوع أن الآثار اللي لقوها العلماء لإبر الخياطة والملبوسات دلت على أن الإنسان القديم استخدم الإبرة للتطريز وتركيب الحلي وليس فقط للخياطة، وهذا مؤشر على أنه كان يسعى لإبراز هويته الاجتماعية وإظهار انتمائه القبلي وأيضا ليبدو أنيقا. إذن الموضة فكرة قديمة منذ آلاف السنين، مو بشيء جديد علينا. العلماء لقوا آثار أيضاً للإبرة في الصين وأمريكا الشمالية، وهذا يوضح أن الإدراك المعقد اللي يتميز به البشر لصناعة وخلق حلول موجود منذ القدم. أما المصريين القدماء فكانوا تقريباً أول من بدأ الموضة والأناقة، لأنهم استخدموا المجوهرات والمكياج أو الميكاب في تزيين أنفسهم. أيضاً كانوا من أوائل من حاك الكتان أو اللينن وصنعوا منه ملابس تتناسب مع مناخهم الصحراوي، لكن لأن مجتمعهم كان طبقي فكان الأغنياء يلبسون الفاخر والمزخرف، أما العمال والعبيد فكانوا يلبسون كتان خشن بدون زخرفة أو ألوان. كليوباترا آخر ملكات مصر القديمة كانت أشهر من تأنق ولبس اللينن الفاخر وتزين بأغلى الأحجار الكريمة في ذلك الوقت، لكنها حبت القائد الروماني ماركوس أنتونيوس أو مارك أنتوني اللي قصة حبهم قتلتهم هم الاثنين في النهاية، لكن خلونا في حب الأزياء. فالرومان كانوا من أوائل من لبس الفساتين الطويلة اللي يسمونها توغا كنوع من أنواع المكان الاجتماعية مثل البدلة اليوم يعني. والطريف أن السلطات الرومانية منعت الرجال من ارتداء أثواب من الحرير الكامل بسبب غلاء سعره، أما الحرير فكان سر الصين الكبير في ذلك الوقت. تقول الأسطورة أن سقوط شرنقة من شجرة توت في كوب شاي ساخن للإمبراطورة تشي لينغ شي زوجة الإمبراطور هوانغ تي في عام 2640 قبل الميلاد كانت السبب في اكتشاف الحرير. الإمبراطورة لاحظت أن الشرنقة مصنوعة من خيط طويل وناعم، فقادها ذلك الفضول لمعرفة المزيد عن ذلك الشيء الغريب، فتم اكتشاف خيوط الحرير وصنعت ملابس النخبة بألوانه الأولية البسيطة، وظلت الصين محافظة على هذا السر لمدة ألف عام. وبعد زمن طويل نجح شخصان في تهريبه إلى العالم، لكن كيف؟ في عام 550 للميلاد ذهب راهبان بيزنطيان مجهولان لنشر المسيحية في الهند،
ثم سافرا إلى الصين، وهناك لاحظوا الأساليب المعقدة لتربية دودة القز اللي تنمو على أوراق شجرة التوت ثم تصنع منها خيوط الحرير. ففكروا في تقديم ديدان القز هدية إلى الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول في القسطنطينية تقديراً له. ولأن دود القز كان ممنوع يخرج من الصين، قام الراهبان بتهريب مجموعة من بيض القز داخل عيدان الخيزران أو البامبو، لأن اليرقات الكبرى لم تكن لتنجو في هذه الرحلة دون أخذ التدابير اللازمة. ولما وصلوا للقسطنطينية سلموا هذه اليرقات للإمبراطور اللي حرص معاونيه على خلق بيئة لتكاثر ديدان القز حتى نجحت التجربة. وبعد ذلك سافرت هذه الديدان عبر صقلية إلى إيطاليا والعالم. ويقال إن مصانع الحرير افتتحت في بيروت وأنطاكيا وصور والقسطنطينية بعد هذه الرحلة بسنتين. سافر الراهبان بالحرير من الصين إلى العالم، وبعدها ب200 عام تقريباً سافر شاب أسمر يافع من بغداد للأندلس، ونقل معه أجود الأقمشة وأزهى الألوان من بيوت الخلفاء إلى بيوت النبلاء في أوروبا. هو أبو الحسن ابن علي بن نافع المشهور بزرياب، وهو موسيقي وشاعر وأيضاً مبتكر فن الذوق العام أو الإتيكيت. عاش في بغداد في عصر هارون الرشيد، ثم انتقل للأندلس في بداية القرن التاسع الميلادي، واشتغل في بلاط الخليفة عبد الرحمن الثاني في قرطبة. نشر زرياب فكرة تقسيم ألوان الملابس طبقاً لفصول العام، فالألوان الفاتحة والطبقات الخفيفة خلاها لفصل الصيف، والأثواب المصنوعة من أقمشة ثقيلة وداكنة كانت للشتاء. ومن هناك انطلقت فكرة الأزياء الموسمية وتطورت مع مرور الزمن. في الفترة من عام 1450 وحتى 1624 المعروفة بعصر النهضة، تحولت الأزياء من كونها واسعة إلى ملابس ضيقة. ومع سفر الأغنياء في ذلك الوقت واختلاطهم بثقافات متعددة، تأثرت الأزياء بالامتزاج الثقافي بين المسافرين اللي كانوا يرجعون بأفكار جديدة وملابس مختلفة. أيضاً كثيرين تأثروا بستايل ملكة بريطانيا إليزابيث الأولى اللي حكمت بريطانيا من 1558 إلى وفاتها في 1603، واللي اشتهرت بفساتينها الطويلة وطوق رقبة كبير كانوا يسمونه رفس. لكن العام 1790 كان مفصلياً في تاريخ الموضة، لأن في هذا العام اخترع الإنجليزي توماس سينت أول مكينة خياطة. حابب يقول طيب شو الأهمية الكبيرة لهذا الاختراع؟ قبل مكينة الخياطة كانت الشعوب تلبس قطع طويلة من القماش وتلفها على أجسامها، شوفوا حتى يعني لوحات الهنود القدماء أو الرومان. والسبب هو أنهم لو قصوا هالملابس فالزائد منها كان يرمى لأنه قطع صغيرة، وصعب أنهم يستغلونه أو يعني يخيطونه بالإبرة، فكانوا يلبسون القطع الطويلة كما هي. وصناعة الملابس كانت بهذه الطريقة مكلفة، بس باستخدام المكينة مع الخياطة قدروا الناس أنهم يفصلوا ملابسهم على قياسهم لأول مرة ويقللون الفائض، فتغير عالم الموضة منذ ذلك اليوم. أول علامة تجارية تنسب إلى رجل إنجليزي آخر هو تشارلز فريدريك وورث، لكنه أخرج تصاميم وقتها من باريس اللي أصبحت من منتصف القرن التاسع عشر وحتى اليوم عاصمة الأزياء في العالم. خاط وورث علامته التجارية باسمه على الملابس اللي صممها في دار أزياء هاوس أوف وورث، وهنا بدأ عالم الأزياء الراقية في الوجود، حيث كان المصممون يصنعون قطع فخمة وفريدة للبلاط الملكي. وفي عام 1911 جاءت لحظة غيرت وجه عالم الموضة تماماً. كان محركها الفرنسي بول بواري ملك الموضة وصاحب التصاميم الثورية اللي تخلص فيها من الكورسيه أو مشد الوسط، ولجأ إلى الممثلات ليكونوا سفيرات لأزيائه، وأيضاً ساهم في بدء صحافة الأزياء. كيف طيب؟ في يوم من الأيام دعا بول صديقه المصور إدوارد ستايتشن علشان يصور تصاميمه اللي ظهرت في مجلة الفنون الشهيرة Art Decoration اللي كانت تهتم بمختلف مدارس الفنون في بداية القرن العشرين مثل Art Deco وArt Nouveau وغيرها، وتعد تلك المقالة إحدى أولى المقالات اللي تحدثت عن الموضة والأزياء. وتقديراً لدوره حمل شعار معرض أقامه متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك في عام 2007 خصص للاحتفاء به، حمل هذه الجملة: نجح المصمم بول بواريه
أكثر من أي مصمم آخر في القرن العشرين في الارتقاء بالموضة حتى بلغت مرتبة الأشكال الفنية. في الفترة بين الحربين العالميتين قل التركيز على الأزياء لعدم توفر الأقمشة، كما أن الميزانيات مالت الدول كانت رايحة كلها للحروب، ففكرت ماركات الملابس في صناعة أزياء متينة وقابلة للارتداء في كل المناسبات، ومنها بدأت تبرز الملابس العملية، حتى أن النساء كانوا يرتدون بدلات مستوحاة من أزياء الجيش تصوروا. ولكن رجعت الملابس الملونة والمزخرفة إلى عالم الموضة بعد الحرب العالمية الثانية، فانطلق المصممون في إنعاش الأزياء ورجعت المظاهر الأنثوية في الفساتين ونقشات الزهور. لكن كان في مصممة أزياء فرنسية شهيرة اسمها كوكو شانيل كان لها رأي آخر. كانت الطبقة الراقية في فرنسا والعالم ترى أن الملابس السوداء هي زي الخادمات أو لحضور الجنازات فقط، ورغم ذلك صممت كوكو شانيل أول فستان أسود قصير وقدمته مجلة فوغ للعالم في عام 1926 عبر رسم توضيحي مع عقد من اللؤلؤ. سعى تصميم شانيل للمساواة بين الجنسين وأطلقته متحدية للأعراف السائدة، حتى أنها قالت بخلي النساء يلبسون الأسود بكل قوة. كوكو شانيل كانت ترى من ناحية فنية واجتماعية أن اللون الأسود مناسب لحداد النساء على أزواجهم في الحرب، أي نعم، لكن قد يمثل أيضا هذا التصميم البسيط والشيك تطلع المرأة للمستقبل واستعدادها لفرص جديدة في الحياة. وفي عام 1961 تحققت نبوءة شانيل وأصبحت كل فتاة تحلم باقتناء فستان أسود أنيق بعد ظهور الممثلة أودري هبرن في أول مشهد من فيلم بريكفاست آت تيفانيز بهذا الفستان، اللي أيضا حفر اسم المصمم الفرنسي للأزياء هيوبرت دي جافينشي كأحد رواد عالم الأزياء الراقية. ومن الستينات صارت الموضة صناعة عالمية، فإلى جانب باريس اللي كانت عاصمة للأزياء برزت نيويورك وميلان كذلك. استغل هذه اللحظة صانع قبعات قادم من وسط غرب أمريكا ليحفر اسمه في عالم الموضة، وهو روي هالستن فرويك. ففي عام 1961 لما كان العالم يتابع حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جون كينيدي، زوجته جاكلين كينيدي سحبت الأضواء منه تماماً ورسخت مكانتها كأيقونة في عالم الأزياء. كيف؟ كان ظهورها يعني لابسة قبعة على شكل علبة دواء من تصميم هالستن مع معطف أزرق، كانت إطلالة مدهشة نقلت صورة عصرية للسيدة الأولى. لكن الطريف أن هالستن لما صمم القبعة كانت مستقيمة، بس في حفل التنصيب كان الهواء شديد، فحاولت جاكلين أنها تثبت القبعة وتمسكها بيدها، فصار فيها دنت أو يعني انبعاج خفيف عن طريق المصادفة طبعا. لكن بعدها صاروا النساء لما يلبسون القبعة يسوون هذا الدنت بشكل مقصود. وبعد ما دخلت المرأة بيئة العمل ظهرت الأزياء اللي تبينها بمظهر قوي ومحايد كالبدلات والقمصان والأكتاف البارزة حتى في الفساتين. لكن في التسعينات أظهر الناس رغبة في جعل الأمور أقل حدة وتنافسية، فانتشرت الثياب الكاجوال والجينز لكل الجنسين، وحتى أحذية الكونفرس كانت شهيرة في ذلك الوقت. افتح موبايلك الحين، كم آب عندك تقدر تشتري ملابس من خلالهم؟ أكثر من واحد صح؟ وبعد ما كنا نشتري ملابس في المناسبات والأعياد وعند الحاجة قمنا نشتريها بشكل متكرر أو لما نلقى ستايل يعجبنا، وأحياناً هذا ستايل ما نحبه لكن عليه تخفيضات، أو شفنا حد مشهور سواله دعاية، صح ولا لا؟ حتى أن أغلب العلامات التجارية اليوم تعرض من 12 إلى 16 تشكيلة أزياء في الموسم الواحد، وبالتالي ترتفع عند المستهلك الرغبة في الشراء حتى دون الحاجة. هذه الظاهرة تسمى الموضة السريعة أو فاست فاشن، اللي اجتاحت المتاجر في أواخر التسعينات لما انخفضت مدة تصنيع الملابس إلى النصف. لكن هذا جاء مش فقط على حساب تلوث البيئة، بل أيضا ضاعف مشكلات عمالة الأطفال وإجبار عمال المصانع على العمل في ظروف غير إنسانية في كثير من البلدان الفقيرة. لكن كيف أثرت ملابس على البيئة؟ خلنا نأخذ مثال بسيط. في كل مرة تغسل فيها قطعة واحدة من الملابس المصنوعة من مادة البوليستر يتم إطلاق عشرات الآلاف من الألياف البلاستيكية الدقيقة في البيئة. هذه الملوثات غير قابلة للتحلل، راح ينتهي بها المطاف في البحر وراحت لوثه.
أما الملابس القطنية فهي أيضاً سيئة على البيئة، لأن القطن يستهلك مياه كثيرة في زراعته، وهو سبب جفاف بحر آرال، رابع أكبر بحيرة في العالم ويقع في آسيا الوسطى. صار هذا أثناء الحقبة السوفيتية، لما الحكومة قررت أن تغير مسار نهرين لاستخدامهم في ري حقول القطن لتحويل منطقة آسيا الوسطى لأكبر مصدر للقطن في العالم. والفعل نجحوا في الثمانينات، لكن مع الوقت بدأت مياه البحر المغلق اللي حد يسميه بحيرة بدأت بالجفاف حتى نشفت تماماً في عام 2010. تصوروا بحر كامل يجف بسبب زراعة القطن. لهذه المساوئ اللي شفناها في صناعة الأزياء السريعة ظهر اتجاه يسمى الموضة البطيئة أو slow fashion. فلسفته بسيطة، اشتر قطع أقل بجودة عالية علشان تعيش لفترة أطول، واعتني بملابسك واستخدمها لفترة طويلة. أيضاً الاتجاه في التصميم اليوم ناحية الموضة المستدامة أو sustainable fashion، بحيث يحرص المصممين في عملياتهم على تتبع كل المواد الخام بحيث يكون تأثيرها السلبي على البيئة أقل، من خلال إنتاج قطن عضوي ويستهلك مياه أقل، وأيضاً علشان يحدون من هدر الأقمشة أثناء عملية القص والحياكة، وأيضاً صاروا يبحثون عن مصنعين يوفرون بيئة إنسانية وأخلاقية للعمال في المصانع. ما تستغربون لو أقولكم أن إحدى الأدوات اللي نستخدمها بشكل شبه يومي ظهرت بسبب فستان. في حفل توزيع جوائز غرامي في عام 2000 ظهرت الفنانة جينيفر لوبيز بفستان أخضر من تصميم فيرزاتشي. أثار هذا الفستان الجدل بسبب جرأته وحظي باهتمام العالم، وكان الموضوع الأكثر بحثاً على الإنترنت. لكن الرئيس التنفيذي لجوجل في ذلك الوقت قال أنه ما كان في طريقة تساعد الناس على الوصول إلى نوع الفستان، لأن البحث كان فقط بالنصوص أو التكست، فأطلقت جوجل بعدها بفترة خاصية البحث بالصور. ما عادت الموضة رمز للمكانة الاجتماعية فقط، بل أيضاً وسيلة للتعبير عن النفس وانعكاس المجتمعات والحراك الإنساني فيها. مثلاً في الستينات ظهرت ثقافة الهيبيز، والسبعينات البنك والأفروبيت والهيبوب والغوث وغيرها على مر الوقت. وقد يظن البعض أن هالأفكار الشبابية كانت فقط في أمريكا، إلا أن تأثيرها امتد على باقي مجتمعات العالم. شوفوا صورها ليكم في السبعينات والثمانينات وتدركون أن الموضة جزء مهم لفهم ثقافات الشعوب.